في الحوار في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم لمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمال تبتلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة العالمين احنا بين العالمين دولتنا تبقى الاولى العب الفلول العب اها من هو يتني بيجاي قوم على حيلك قوم على حيلك مالك يا اخي قيامتكم قاعدين تلعبوا لي في صفريه الزراع المحل خلا هذول لقيت برقون من الصيف خلا ولا شنو قلنا ننجم شويه وثاني نقوم عليها تقوم عليها كيف يعني بعدين اوريك حاجه ما فضل فيها حاجه جدلين بنلمن ونحرقن تعرف شنو فضل هذول واتطلمن عمي دي نظيفه يزرع منه ما تطلمني انا غرضك بقى شنو غرضك بقى كيف يعني يا اخي ما تجي معايا يا اخي اتكلم غرضك بقى كيف يعني ما عندك غرض بها انا ما شلتها منه بالتزرع نزرعها وبعدين ادي حقه ونحن دي قادرين عليها عشان نزرع دي كمان بتقدر وما بتقدر وما تكون هذه السماء زي عبل اياد الخريف شوفوا هنا زياده الخير خيرين وتزرعوها واحنا ناكل والبلد كلها تاكل امشوا قدامي ناكل امشوا امشي امشي قدامي امشي والله ليه امشي اسمعني خلي بنيت اذا الخبره ما عندك الحشاش المضره دي اول حاجه تتنكب كلها دنكاب دائره طوريه يا اخوي والله في ترتس والله فتفادك عاني والله فترت اجيب لك طوريتين معفي من سرابه لسرابه وبو تمرق بهنا سرابه يا كلاب سرابه مالك عافظ يا اخي مالك الليل النهاري تمحط فينا يا اخي ها نحن جوهر عندك نحن ما شركاء في العمل انتوا كان بيطبقوا الشراكه كان انا سالتكم عامل لي طاقتك كذا زي كباشه رتينا قاعدين كمان مكوعين الليله دي مو يوم السقايه علم لي والسقايه والله ولا بيها السقايه السقايه فيك انت ذا البلوله هسه ما تتغالتوا لي هسه انا جايب هناك لقيت لي حماره ماكلها صحوب انتوا قاعدين وين دي حمارات بتاعي ده حاخد خلاص تنقف الكاساي الله يدار بحس هذا افتح ده بها متوالط طالقين هنا شوفوا هنا هوي ما تعملوا لي حاخد وما حاخد ظنوا هو شبه الناس خير بعدين حقك ده تحرسوا وتأثروا براك امشوا على الجدول القدامي ده افتحوا خلي المويه دي تجي امشي امرقوا امرقوا قدامي مرق جلدكم قاعدين بس تكوعوا وتتونسوا شايفه سرحانه كتير تفكر في شنو بقوم بفكر هنا فضيلي يا اخي بفكر في الزراعه والله يا عبدير كان الله هون والحصاد ده نجح واحد من الاثنين يتوداني الحق يتبقى لي ذهب فضيلة ما تقطعي من قدام خلي الحصاد اللي تم اول حاجة بعدين تعالي انضم اياه واجمعنا يعني يا الحق يا الذهب بري وحات الله ما بخلي القروش تجري في يدك عرفان بتفكر في شنو دي اوهام في راسك انت براعة اوهام في راسي شايفة وقفانك كتير مع بتوقيع الله يا زولة ما تخاف يلا يدي مره ولا مرتين لقيت يكون وقفاني كتير والبوقفك معاه شنو احسن انا قلت لي حمود انت قول لي بوقفك معاه شنو سعدتها من حاله وحال الاحوال ما تمشي تتفقد فوق بيته اقول لك كلام من الاخر يا فضيله اساسا انت غرابين ومره نكديه انا كان داير عري سابق الابني وبسويه وعينك دي تعاين امحيطك والله خليك لا لا عليك الله الجدول ده هناك مكسور وميته مدفقه في السحاله ساكت ليش شنو يعني والله محيطك اليوم ذاك والله ولا الا ارقل على بطني تنوم عليه بطنك تمشيك ان شاء الله واسمع هنا ده والله ثاني الحقيقه الجدول ده مبعوج اللي بعجك في كرشك دي وهو عامل فيها طارح نفسه مهندس زراعي يا اخي ما تهوى يا اخي ده ما انا يا اخي ده هو ها اخوان ها ده نصيب محد اللي من عامل فيه وطن وهي وده نصيبنا نحن بما يرضي الله الحمد لله هم واقفين عليه من حصاده لا بيعه عجل قومون واقفين ذات احنا والله زي ما دعمنا غريقه بيقروش هذا والله لا قراب يطير والله هلا عارف منك والله نعم الاخو والله يا خطه وقبيله سهلنا وظهرنا والله لكن يا فضل حق انا ده عليك الله باقي لك بعالي طمحيط الظهر محطه اللي وده ما السنة دي محطناكم عشان تشتغلوا هالسنة جاي بيجيك بقى مرضى أنا غايته زرعي سايتب
انا جاتي زول عيني استب معاك نجم. من وين يا؟ انا بدور سهام بالعمي على الصغيره. انا جاتي بدور اخوته والله كاسره في نضلع اصطص وتخلي يشاك لما تيجي مره كدي. هاي دول انا طيب لي كيف مراه نجم بس فضيل. هاي كلام شنو؟ ما هذول انت عيشة معرس اختك ما خلاص هذول الكومر ده دارين نغيره بعربات جديده ما لك سهام ده يعني سدمان بكره مو بكره ده حقد منك بس سدمان بكره 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 يا دون قول سدمان بكره خليته عشان نجيت فيها انت خليتها البنود غير من راقدات والسيب غراقدة والله انت مش سويها على المرعبه ما قلت لك سدمان بكره في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم لمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمال نبتل في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها وسعينا للعمال نبتل في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها وبين العالمين